في مجتمع عربي عموماً وعراقي خصوصاً، ممكن المرأة تتحمل كل الجرائم البشعة، لكن ما ممكن أبداً تتسمى مطلقة ومنفصلة، بحيث عيب من الناس تنفصل، لكن مو عيب من الناس من تتعنف وتنقتل. يوم بعد يوم تتعدد أسباب سكوت الظلم عن آفة التعنيف الزوجي، بحيث انفرضت على الزوجة فلسفات مثل المرأة مالها إلا بيت زوجها بدون تعيين يا زوج المقصود بالضبط، وباقية وياه على مود الجهال من دون تقرير إذا كانت تربية الطفل داخل أسرة تشهد التعنيف صحيح أم غلط. الجيل الشاب لازم يتربى من الطفولة ويحترم المرأة ويحافظ على كيانها، مو لأنها خصم للرجل، إنما هي الأم والزوجة والأخت والبنت، وأي وحدة من هذه الكيانات تنشأ خطأ راح تنشأ رجل خطأ.